السلام عليكم. ماذا بعد الوديعة السعودية؟ سؤال اللحظة الراهنة في اليمن التي يسير فيها الريال نحو الهوية الاقتصادية في انخفاض غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية، وفي ظل نهب مستمر لموارد الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب والعبث في بعض المناطق المحررة. لا يقتصر الأمر على الوديعة المالية، إذ لم تلتزم الحكومة بسلسلة إجراءات يجب اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومعالجة الوضع الاقتصادي من خلال الإدارة السياسية والمؤسسية الرشيدة. النظام الاقتصادي في اليمن لا يبدو على ما يرام، هذا بات معروفا وواضحا، وتبقى مسألة إدارة الواقع الاقتصادي عبر تفعيل الأجهزة الاقتصادية والرقابية والقضائية وتمكين الدولة من استثمار مواردها وخصوصا النفط والموانئ. متابعون يرون أنه لا يمكن أن تجدي لا الوديعة ولا المشتقات النفطية طالما الدولة لم تفرض سلطاتها في المناطق المحررة، فهي الطريق إلى تأمين موارد مستدامة تستعيد النظام المالي وتضع حداً للانهيار المستمر للعملة النقدية. المساء اليمني، وضمن جهوده لمتابعة الشأن الاقتصادي، يحاول في هذه الحلقة أن يجيب على التساؤلات الآتية: ماذا بعد الوديعة السعودية؟ هل تستقر العملة وترتفع قيمتها ويتوقف تهاوي النظام الاقتصادي؟ وماذا عن الانقلاب المتسبب في كل الكوارث السياسية والإنسانية والاقتصادية التي تعيشها اليمن؟ وأين الجهود الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية في اليمن، ومن بينها الدول 18 التي لم تعمل شيئا للحد من انهيار البلد؟ نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. إيداع مبلغ مليارين دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. مليار دولار وديعة سعودية تعيد الحياة للريال اليمني. شكلت الوديعة المالية إنقاذاً عاجلاً للعملة اليمنية عقب الانهيار الكبير الذي منيت به خلال الأيام القليلة الأخيرة، بعد أن تجاوز حاجز 500 ريال للدولار الواحد. غير أن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتجاوز الوديعة كمعالجة آنية وطارئة، إذ تظل الهواجس حاضرة من عودة انهيار العملة المحلية لأسباب كثيرة، أبرزها توقف الصادرات وسيطرة قوات الإمارات على الموانئ والمطارات وإصابة الحركة التجارية بالشلل. يرى مراقبون أن حصر الحل في إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني هو مجرد هروب عن جوهر المشكلة والمتمثل بشلل الشرعية وفشلها وعدم تمكينها من إدارة مواردها السيادية من قبل التحالف وعرقلة عودتها. بالمقابل، ترتفع الأصوات المطالبة باتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالشفافية وترشيد الإنفاق وتغيير قيادات وزارة المالية والبنك المركزي وإنهاء الترهل في جسد الشرعية وتشكيل حكومة ذات خبرة اقتصادية تضطلع بمسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الحرجة. سلسلة من الإجراءات الواجب اتخاذها للخروج من المأزق اليمني والأزمة الاقتصادية تحديداً كما يراها اقتصاديون. فهل يمكن معالجة الحل الاقتصادي دون إدارة سياسية رشيدة تنجح في استعادة الدولة لمهامها على الأرض وتصبح الحكومة هي صاحبة القرار الأول، خصوصا أمام التجريف الحاد من قبل ميليشيا الحوثي للموارد الاقتصادية وما لحق البلاد من كوارث اقتصادية وإنسانية كبيرة منذ الانقلاب؟ لجوء ميليشيا الحوثي لإغراق السوق بعملات مزورة وسحب العملة الصعبة وتحويلها للاستثمارات الخارجية لصالح قيادات الميليشيا جزء من الكارثة. يتساءل الشارع اليمني عن المسؤولية الدولية تجاه بلد يقع تحت البند السابع. ألا يعتبر اليمن أولوية في الرعاية؟ فما الذي قام به المجتمع الدولي والدول 18 للحد من انهيار البلد؟ فيما يظل حسم العملية العسكرية وإنهاء الانقلاب أبرز الأولويات بالنسبة للحكومة والتحالف والمجتمع الدولي، ودون ذلك تظل المخاوف قائمة من إغراق البلد في معارك ثانوية تذهب باليمنيين بعيدا عن استعادة دولتهم. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من اسكتلندا عبر سكايب دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. أهلا بك دكتور. مرحبا. إذن دكتور، دعنا نبدأ بالحديث معك عن الوديعة المالية التي تقدر بملياري دولار، وديعة سعودية. ما هو الأثر المباشر المتوقع لها من الناحية الاقتصادية على موضوع استقرار العملة؟ بداية شكرا لك وللسادة المشاهدين في قناة بلقيس. استمعت اليوم وتابعت قضية الوديعة مليارين دولار للبنك المركزي اليمني من قبل المملكة العربية السعودية.
هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن القصة تكمن بأن نأمل أن تكون هذه الخطة أو هذه الوديعة ضمن إجراءات متكاملة كي يستفيد منها الاقتصاد اليمني. فالاقتصاد اليمني غارق منذ فترة بكثير من الإشكاليات والمشاكل الجذرية التي جعلته يتلاشى. الاقتصاد الرسمي أقصد، الاقتصاد الرسمي أصبح متلاشيا ليظهر بدلا عنه الاقتصاد، اقتصاد السوق السوداء كما نعلم. لذلك كما قلت الوديعة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إنعاشية لنقل الاقتصاد اليمني، لكنها ليست نهاية، ليست ذلك الدواء الناجع لإخراج الاقتصاد اليمني من هذا الوضع الكارثي. فالأمور تتطلب أكثر من إجراء واحد، هناك سلسلة من الإجراءات يجب على البنك المركزي ويجب على المنظومة المالية للحكومة أن تقوم بها. طيب، في ظل الأوضاع الراهنة دكتور، وفي ظل الظروف يعني والأبعاد المختلفة للوضع في اليمن، ما هو الوضع الصحيح أو ما هو المسار الصحيح؟ هل أن يستقر سعر العملة، أم أن لا يتدهور بشكل أكبر، أم أن يعود إلى ما كان عليه؟ ما هو بالضبط الممكن في هذه اللحظات؟ الممكن في هذه اللحظة، دعنا نقول كما يقول الإنجليز، the economy is injecting is about injection to a projection to the future، بمعنى أنه الاقتصاد هو الأمل، هو الثقة. نحن نعاني في اليمن الآن من ثقة، من اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة بشكل عام. لدينا قيادة تقطن أرض غير يمنية، ولدينا حكومة تتكون من كنتونات هنا وهناك، بمعنى أنها ليست كيانا منسجما متكاملا لتخلق اقتصادا فعالا في هذه الفترة. إذن لدينا إشكالية ثقة كبيرة بالاقتصاد اليمني وبالدولة كمنظومة بشكل عام. هذه الثقة الآن إذا لم نقوم بمعالجة الداء وإعادة الثقة لليمنيين بدولتهم، سيستمر العناء وسيستمر الاقتصاد بالتخبط حتى لو أتينا بعشرين أو ثلاثين مليار للبنك المركزي. بدون استعادة الثقة وذهاب الخوف من المواطنين ومن المستثمرين ومن رجال الأعمال الذين يلهثون الآن وراء العملات الصعبة في السوق، لأنهم لا يثقون أصلا بالريال اليمني ولا يثقون بالدولة في هذه الفترة، سيجعلنا في دائرة مأساوية للاقتصاد اليمني، مجرد أن نلتهم هنا مليارات وهناك ديون وهناك قروض بدون الاستفادة المثمرة من هذه المعالجات. لذلك عودة الدولة وعودة الحكومة بشكل حقيقي وممارسة مهامها في البلد وتحكمها بالموارد المالية بشكل متكامل كدولة تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها وواجبها بشكل كامل ومتكامل، هنا سنبدأ نتحدث عن تعافي الاقتصاد. أما هذه الإجراءات فللأسف الشديد كما قلت ليست مكتملة لنستعيد الثقة بالاقتصاد اليمني ويتعافى الريال اليمني أو يتماسك عند حدود معقولة على الأقل في هذه الظروف. يعني دكتور، أنت تقول بشكل أو بآخر أنه ليست فقط الوديعة أو عدم وجود هذا المبلغ أو وجود العملة الأجنبية بهذا الشكل هو ليس السبب الوحيد لانهيار الأوضاع الاقتصادية إلى الشكل الذي يعيشه المواطنون الآن. نعم، هي كما قلت هي جزء من معالجة، لأنها توفر النقد الأجنبي. نحن نتكلم عن اقتصاد عرض وطلب، هناك بحث كبير عن الدولار وعن العملات الصعبة في اليمن بحيث لانعدام الثقة بالريال اليمني، بمعنى أنه زاد الطلب بشكل غير منطقي بشكل كبير جدا، والبنك المركزي غير قادر على ضخ عملات أجنبية إلى السوق، مما جعل التدني هذا الحاصل في الريال اليمني. لنكون صادقين الآن، هذه المعونة أو هذه الوديعة المالية الآن التي مخت في البنك المركزي اليمني، إذا لم تستلمها إدارة فعالة في منظومة وزارة المالية وفي البنك المركزي اليمني، أنا عندي علم أن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لا يداران بشكل فعال في هذه الفترة. محافظ البنك المركزي يتواجد أعتقد في الأردن أو في دول أجنبية أكثر من تواجده في مكتبه في البنك المركزي بعدم. فنحن لن نستطيع أن نتعامل مع هذه الوديعة بشكل صحيح، ولن نستطيع أن نعالج المشكلة التي قلت عنها سابقا بأنها هي بالأساس مشكلة ثقة بالاقتصاد اليمني ومشكلة عدم قدرة الدولة على التحكم بمواردها بشكل
صحيح سيادي يكفل لها حصولها على تمويل مستدام من مواردها، ولو كانت الآن ليست بها تلك الموارد بذلك الشكل الطبيعي أو الأمثل، لكننا نحتاج على الأقل الآن إلى اقتصاد تتدفق فيه موارد باستمرار كي تعيد الثقة تدريجيا بالاقتصاد اليمني. طيب دعنا في هذا السياق دكتور نرحب أيضا بمن ينضم إلينا الآن، سكرتير رئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان. على ضيفك العزيز وعجبنا المشاهدين، حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن أستاذ غمدان، وديعة سعودية مالية تقدر ب 2 مليار دولار أمريكي، هل وصلت الآن الوديعة لحسابات البنك المركزي اليمني أم ليس بعد؟ نعم أخي العزيز، أولا نشكر المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على هذا العطاء الكبير والذي نثمنه تثمينا عاليا، الذي سينجذ الاقتصاد اليمني الذي هوى اقتصاده بسبب هذه الحرب العبثية التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية. لها دور كبير هذه الوديعة، ستعزز من الاقتصاد اليمني، ستحفظ لنا ستحفظ الريال اليمني قيمته أمام العملات الأخرى. نعم صدر منذ ساعات بيان من البنك المركزي أكد فيه أن 2 مليار تم إيداعها في الحسابات الخارجية للبنك، وهناك سلسلة إجراءات سيتم اتخاذها خلال اليومين القادمين لتنظيم العمل في البنك المركزي من قبل إدارة البنك المركزي، وهناك توجيهات جدية وفاعلة للحفاظ على سعر الريال اليمني. وكذلك الاقتصاد، الحكومة في دورها اليوم عقدت اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل. استفاضت هذه النقاشات حول عدد من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، وستكون هناك إجراءات صارمة وعملية لمن يريد إجراءات حاسمة لمن يريد أن يعبث باستقرار اليمن وأمنه، وكذلك الاقتصاد الذي هو بالدرجة الأساسية. لذلك أخي العزيز في الأيام الماضية هناك مضاربات شاسعة حدثت، وهناك عبث كبير من قبل الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تحت سيطرتهم. لذلك هناك إجراءات حاسمة ستصدر خلال الأيام القادمة. البنك المركزي سيعقد اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، المحافظ المتواجد الآن في العاصمة المؤقتة عدن، لذلك إجراءات خلال الأيام القادمة ستكون مربية للطلبات في المرحلة القادمة. طيب لكن الكثيرين يتساءلون ومنهم ضيفي وربما سعيد التساؤل بشكل مختلف، الآن إذا كان هناك جار قام بإيداع مبلغ مالي لدى صاحب البيت، لكن إذا كانت جيوب صاحب البيت هذه مثقوبة، ما فائدة هذه الوديعة إذن أستاذ غمدان؟ أخي العزيز، الحكومة حين عادت إلى عدن وجدت مؤسسات مدمرة. البنك المركزي نقل عمره أقل من عام، البنك المركزي نقل في 17 سبتمبر 2016 إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم يكن هناك بنك مركزي داخل العاصمة المؤقتة عدن، البنك المركزي بدأ من الصفر، بدأ يؤسس. لذلك البنك المركزي خلال أشهر الماضية استعاد ثقته واستعاد اعترافاته من قبل البنوك الأخرى، واعترف به البنك الفيدرالي الأمريكي. طيب ماذا عن بقية الأمور، تفعيل يعني أخذ الموارد، تفعيل إيرادات البنك المركزي، كذلك موضوع تفعيل الموانئ وبقية يعني موارد الدولة؟ أخي العزيز، موارد ميناء عدن تذهب إلى البنك المركزي، الموارد تذهب جميعها إلى البنك المركزي سواء كان في عدن أو في حضرموت أو في مأرب، جميع الموارد تذهب إلى البنك المركزي. هناك مشكلة التي استطاع البنك أخيرا حلها هي ربط السفر هذا بإدارة البنوك، ولكن المشكلة الكبرى أن الاقتصاد اليمني يعتمد بمجمله 75% على النفط. الكل يدرك جيدا أن النفط إلى يومنا هذا لم يصدر إلا نسبة تكاد تكون محدودة 30 ألف برميل يوميا، بينما اليمن يعتمد على 300 ألف برميل يوميا.
تكاد تكون ضئيلة لا تكفي حتى تغطية المنتجات النفطية، حين نتكلم عن الإيرادات بلدنا فقير. طيب، وأنت تتحدث عن البنك المركزي ومحافظة، هل ستعود قيادة البنك المركزي بشكل دائم إلى عدن لإدارة النظام المالي ومراقبة الوضع بشكل واضح تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية؟ يجب عليها أن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، يجب عليها أن تعقد اجتماعات هذه العاصمة المؤقتة عدن، يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة ما بين البنك المركزي وما بين البنوك التجارية الأخرى، يجب على البنوك التجارية التي في صنعاء أن تفتح فروعها الرئيسية في عدن، وهذا عائق ومشكلة كبيرة تواجهها البنك المركزي، إدارة مستقلة لا تخضع للحكومة، وإنما هو له إدارة مستقلة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة تشهد اجتماعات وتحسن في العمل الإداري والعمل المصرفي، حتى تجد هناك ثقة ما بين البنوك التجارية وكذلك التجار، وحتى التحويلات المالية تنتظم، لذلك يتم تعديل العملة وكذلك يتم. نعم أستاذ غمدان، إذن أشكرك سكرتير رئيس الوزراء غمدان الشريف، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك دكتور أحمد، إذن المسألة كما سمعت من الأستاذ غمدان، هناك ما قد يبشر إجراءات واجتماعات وما شابه، برأيك هل هذه الإجابة كافية بالنسبة للمواطن اليمني؟ بالنسبة للمواطن اليمني وأنا أحدهم، فقد سمعت هذا الكلام مرارا وتكرارا. دعني أعود لكلمة الثقة التي أوردتها في الدقائق الأولى، قلت أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الثقة والأمل في أي بلد. نحن هنا في بريطانيا بمجرد أننا لا نمتلك حتى الآن خارطة طريق تأخذنا خارج الاتحاد الأوروبي، ولم نتفق مع الاتحاد الأوروبي، هبطت العملة البريطانية أكثر من 10% مثلا بسبب هذه انخفاض الثقة، وبسبب المخاوف أو ما يسمى عدم وجود خارطة طريق واضحة للمستقبل للبلد. نحن نتحدث الآن في الشأن اليمني منذ 3 سنوات للحكومة حقيقة خطاب بدائي فقير، خطاب لا يستطيع أن ينعش آمال الناس، ولا يقدم إجراءات حقيقية للناس بحيث أن الناس يستعيدون الثقة بالمؤسسات الحكومية. هناك فقط حديث عن تبت فلان وتبت فلان سقطت وطلعت، نسينا الحديث عن الاقتصاد. لا يتحدث رئيس الوزراء عن التضخم ولا على أساليب معالجة التضخم مثلا، وعلى تنمية موارد الدولة أو الحفاظ على ما يمكن من موارد للدولة، ولا توجد شفافية كم هي نسبة البطالة بشكل حقيقي، لا توجد لدينا أرقام ومعلومات شفافة ودقيقة لنحكم على. لكن هنا قرار لنقل البنك دكتور أحمد كان في أيلول من عام 2016، والآن هناك حديث عن هذه الوديعة والحديث عن الموازنة التقديرية للعام 2018، إذن ما هي جوانب النقص إذن؟ النقص غياب المعالجات المالية للوضع المتدهور. نحن نتحدث عن وضع متدهور يعني سنوات، 3 سنوات تقريبا نعيش وضعا متدهورا اقتصاديا. عندما تم نقل البنك المركزي، صحيح أنه تم نقل البنك المركزي إلى عدن، ولكن لم تتم إكمال الدولة الدموية للاقتصاد اليمني بشكل كامل. نحن نتحدث عن كنتونات منفصلة، حتى الآن الدولة دعنا نتحدث بالمنطق وبشكل حق شفاف، الحكومة حتى الآن لا تدير مثلا الموانئ بشكل فعال، لا تدير المطارات. ما هو العذر مثلا مطارات الجنوب وموانئ الجنوب ليست تحت قبضة الدولة بحيث أنها تستطيع أن تنمي هذه الموارد، أو نرى مثلا مطار عدن يشتغل بشكل صحيح وسليم، وأيضا ميناء عدن والموانئ الأخرى في 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 كافة المحافظات. إذا نحن أمام تعطيل للدولة الدموية الاقتصادية في البلد. قصة نقل البنك المركزي إلى عدن لم ترافقه إجراءات سليمة بحيث نقضي على الازدواج الضريبي، او نستطيع ان نحصل موارد الدولة بشكل حقيقي للبنك المركزي، لدرجه اننا نتحدث عن ناس لهم اشهر بدون رواتب. الاخ غمدان يتحدث عن وكانها لا توجد مشكله في البلد، نحن نتحدث عن ناس لهم سنوات بدون رواتب الان، ماذا يفعل البنك المركزي اذا؟ سمعنا عن طبع عملات في روسيا وما يقرب 400 مليار،
قد يكون هذا الرقم صحيح أو لا، ولكنه حول هذا الرقم، لكن لم نرى تدفقا لهذه الأموال في عملية إلى 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 حسابات الموظفين بشكل صحيح، بحيث أن نحن نستطيع أن نوجد قوة شرائية ولو كانت في حدودها الدنيا، يستطيع الموظفون يشترون ويستطيعون أن يزولوا مهانهم ويتسوقون كبقية البشر، بحيث أننا نرى اقتصاد ونرى تنمية حقيقة ونرى تعافي إلى حد ما للاقتصاد. لكن الناس يشعرون بموت بطيء في البلد، يشعرون أنهم في مفرمة حقيقية، يشعرون أن كل يوم يأتي هو أسوأ من اليوم السابق. هذا الخوف هو جوهر المشكلة الآن في اليمن. الناس بدأوا يفقدون الثقة بالدولة، يفقدون الثقة بالعملة الوطنية، يفقدون الثقة بكل شيء يمني، ابتداء من الرئيس حتى أصغر موظف. طيب، لكن هذا الأمر يعني تحميل الحكومة يعني كل ذلك أو فقدان هذه الثقة، هل ذلك يعني أن المسؤولية كلها ملقاة على الحكومة الشرعية وجهة الحكومة الشرعية، أم أن هناك نوع من الدور أو المسؤولية لمن قام بالانقلاب أساسا؟ طبعا محمد، بالدرجة الأساسية الانقلابيون في صنعاء جماعة الحوثي هي تسببت بهذه الكارثة، هي فرملت العملية السياسية وذهبت بالبلد إلى الجحيم حقيقة. ثم أتى التحالف العربي لإنقاذ الشرعية وإعادتها إلى السلطة في صنعاء، لكن التحالف للأسف الشديد حتى الآن بسبب قلة خبرته العسكرية وعدم فهمه بالواقع اليمني بشكل دقيق لم يستطع إعادة الشرعية، بدليل أن رئيس الجمهورية حتى الآن في الرياض منذ تقريبا 3 سنوات. لذلك أرى أن التعافي الاقتصادي الحقيقي عندما يرى المواطن اليمني رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي متواجدا في قصره في عدن، هنا ستتولد الثقة وستعود الثقة بمؤسسات الدولة، وسنرى الحكومات تشتغل بشكل أفضل، وسنرى المجتمع أيضا الدولي لا يتعامل معنا كطرفين، طرف حكومة في صنعاء وطرف حكومة دكتور بندغ في عدن، بل سيتعامل مع حكومة شرعية وحكومة متمردين في صنعاء. نعم. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور أحمد وكذلك السادة المشاهدين. سنذهب إلى فاصل قصير بعده مشاهدينا نستكمل الحوار في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفي عبر السكايب دكتور أحمد الدبعي وبمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور محمد. حياك الله أخي العزيز. حياكم الله دكتور. إذن ملياري دولار وديعة سعودية للبنك المركزي اليمني، كخبير اقتصادي برأيك ما هو أثرها بالنسبة للوضع الاقتصادي؟ شكرا جميلا في البداية على الاستضافة، وأعتقد كما قلت من سابق بالنسبة للوديعة هي سوف تعمل على فرملة الانحدار الشديد أو الانهيار الشديد في سعر العملة في الجمهورية اليمنية. أما بالنسبة لما سوف يتم بعد ذلك، فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك إجراءات تحقق ما وعدت به الحكومة من تثبيت أسعار العملة، ويتم ذلك عن طريق محور رئيسي. المحور الأول هو التعامل مع دول التحالف العربي في إعادة صياغة المنظومة السياسية، لأنه زي ما تفضل الأخ المتداخل اللي قبل وضع حقيقة أشد على يديه فيما طرح من خلال إعادة تموضع الدولة والقيادة السياسية في عدن، سوف يؤدي إلى ضبط الواقع السياسي، والواقع السياسي سوف يؤدي إلى ناتج اقتصادي مهم جدا، ومنه سوف يثبت الوضع الاقتصادي. ثانيا
يجب على الدولة وأن تقوم بإجراءات عديدة من ضمنها إعادة صياغة مداخيل الدولة من العملة الصعبة، وأقصد بذلك الإمكانيات النفطية الموجودة يعني في المسيلة. وكذلك لو استطاعت الحكومة اليمنية التفاهم مع الأمم المتحدة في ورقة إدارة ميناء الحديدة، لأن ميناء الحديدة الآن لو استطاعت الشرعية تتحكم بها أو الأمم المتحدة، ويتم تصدير ما يبالغ حوالي 100,000 برميل نفط يوميا من هذا الميناء من رأس عيشة، فسوف يحقق يعني مداخيل العملة الصعبة، سوف تعمل على إعادة التكافؤ وفرص بدأ الاقتصاد النفطي ولو فترة محددة. أعتقد إنه الوديعة لا يمكن نحن نعلق عليها آمال كثيرة بحيث إنه سوف تعمل أشياء كثيرة، لا هي بالعكس سوف تعمل على تثبيت وفرملة ما هو واقع له. فإذا لم تتبع ذلك خطوات من قبل الحكومة اليمنية وعلى رأسها إعادة صياغة الوعاء الاقتصادي المتمثل في البنك المركزي في عدن وكذلك وزارة المالية في تحديد الوضع الإنتاجية والمدخرات الإنتاجية وكذلك العائدات والإيرادات التي يجب أن تعود كلها إلى البنك المركزي، وبالتالي كما قال ضيفكم أيضا يعني صرف مستحقات المواطن حتى تصبح هناك قدرة شرائية موجودة لدى المواطن اليمني ولدى الموظف اليمني، بإمكانه أن يستعمل تلك الموارد الاقتصادية في حركة السوق، وبالتالي يساعد على عملية عادة الإنتاج ولو يسمى بالإنتاج المضمحل، ولكنه في الحقيقة سوف يساعد على ترتيب أمور القدرات الشرائية بالنسبة لليمني، وبالتالي يرفع الكفاءة ويقلل من الخسائر النفسية، لأن معظم الخسائر الآن هي خسائر نفسية لعدم وجود القدرات المالية من العملات الصعبة، لأن اليمن الآن يمر بأزمة عدم وجود مردود من العملة الصعبة، بمعنى أنه لا مسطر النفط هناك، يبدو أنه حتى النفط الموجود في المسيلة لا يسطر أو لا أدري ماذا حصل له. عندنا إمكانية كويسة من المسيلة وحوالي 60,000 إلى 70,000 برميل كان يفترض أن يسطر هذا يوميا، هذا كان سوف تغذي الدولة تقريبا بحوالي 5 ملايين دولار بسعر النفط الموجود الآن في السوق، هذا كان سوف تعمل على موازنة لسعر الدولار وتحقيق كميات وفر من العملة الصعبة التي كان استخدامها. أيضا لا ننسى أن تدخل دول التحالف في مساعدة اليمن في توفير بعض المشتقات النفطية، وأقصد مشتقات النفطية التي يمكن أن تستخدم مثلا في الاستخدامات الخاصة أو في استخدامات الدولة، أو بالإمكان توفيرها داخل المجتمع اليمني كما كانت الحكومة السعودية مشكورة قبل الحرب يعني بتوفير كميات من المشتقات النفطية. هذا أيضا سوف يساعد على تحجيم أو تقليل من عملية إنتاج العملة الصعبة واشتراء المشتقات النفطية، وبالتالي نحافظ على كميات كبيرة من المشتقات النفطية من العملة الصعبة التي نحتاجها، يعني لأنه الشعب اليمني كما نعرف شعب مستهلك من الإبرة إلى العلاج إلى المواد الغذائية، كل ما نستهلكه من الشعب اليمني أو كل من الخارج. طيب بالحديث بالحديث عن العملة الصعبة دكتور محمد، وبما أن يعني تشخيص المشكلة هو جزء أساسي من الحل، هل برأيك أن يعني عندما نتحدث عن يعني أسباب انهيار العملة إلى هذا الحد وتوقيت ذلك، هل قمنا بحصر أو تم حصر جميع هذه الأسباب أم أن هناك أسباب لم يعني تعرف بعد، لم يتم التعامل معها؟ هناك من يتحدث على نقص تحويلات المغتربين أو ما شابه. شوف التحويلات المغتربين هو المفروض أنه مثلاً يدخل ضمن الوعاء الإصلاحات الاقتصادية، معنى يدخل ضمن وعاء التعاون البنك المركزي. عندما نقول البنك المركزي أنا حقيقة عملت حوالي 12 نقطة إصلاحات وبعثت بايرن التدريس الوزراء في وقتها قبل حوالي سنة تقريبا، وكنت طرحت من ضمنها أنه كيف يتم استقبال الوعاء الاقتصادي المتصف بالبنك المركزي ووزارة المالية. أيضا من ضمنها كان التحويلات المغتربين، وهي تحويلات لا بأس بها، كانت سوف تعمل أيضا على تمكين الدول اليمنية من السيطرة على وضعها، لأنه مبالغ مهتلة جدا وبإمكانها تعمل دور كبير. نعم دكتور. طيب يبدو أن هناك خلل. نعم
تفضل دكتور. مشكلتنا في اليمن انه هناك سوء تصرف من حكومه الشرعيه. انا لا احمل المسؤوليه لانه حقيقه ما حملنا لكل التجاره من الواقع. الحكومه الشرعيه يعني تحاول ولكن ليست بتلك الامكانيات. اولا لانه طالما الاخوه في التحالف العربي وقلنا هذا كثير لا يمتلكون رؤيه لما هو في اثناء الحرب وبعد الحرب للواقع السياسي والمستقبلي الذي من خلاله سوف يتاثر وسوف يؤثر في الواقع الاقتصادي. بمعنى انه لو استطاعت دول التحالف ان ترسم رؤيه لوقت كيف تنهي الحرب وماذا بعد الحرب كانت اليمن سوف تكون لها قدرات اقتصاديه نستطيع ان نبني عليها. ولكن المشكله واتمنى انه هذا يعني اتمنى ان الفكره هذه يعني تصل الى الحكومه اليمنيه او الشرعيه بحيث ان تناقش هذا الموضوع مع الاخوه في التحالف. الى الان الى اليوم التحالف لا يمتلك الرؤيه السياسيه التي سوف تنعكس مستقبلا على الرؤيه الاقتصاديه او ما لا يجري اليمن. الان على سبيل المثال تدخل الملك السعودي في الوديعه مشكور على هذا الموضوع، ولكن التدخل هذا هو فقط لفرملة الواقع العملة الصعبة للانهيار بسرعة في السوق اليمنية. لكن وماذا بعد؟ يعني إن لم تكن هناك إجراءات تترتب في داخل الحكومة اليمنية وعلى ما قال المتدخل قبلي شكرا على ما طرحه من حيث أنه الرئيس عبد الله منصور هادي ليس معنا نحن نوضع الكلام أنه مجرد للسياسة، ولا على عبد الله منصور هادي يجب أن يعود إلى عدن ويجب أن تصطف الدولة بالكامل ويعيد ترتيب الدولة بالكامل حتى يكون هناك يسمى الاستقرار النفسي الاقتصادي في السوق. بمعنى أنه يصبح للمجتمع وتصبح الدولة مرتبطة بنفس المعيار الاقتصادي الذي يؤهل الناس كلهم أنه يكونوا على مستوى نفسي واحد بحيث انه ما يسببش انهيارات اقتصاديه. لا يكون الانهيارات الاقتصاديه ممثله بالعملات ولكن ايضا بالفعل الناتج المحلي لليمن. نعم. وهذا الذي كان يفترض انه من التحالف انه يعمل على ذلك، انه يعمل على اعاده برنامج بناء الدوله اليمنيه. وهذا كان المفروض انه يتم من خلال اعاده الشرعيه. نعم دكتور. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور محمد. أعود إلى دكتور أحمد الدباعي. دكتور أحمد، إذن لابد من وجود رؤية يعني سياسية لما بعد الحرب تبنى عليها رؤية اقتصادية. يلخص ربما هذا كلام الحديث أو حديث الدكتور محمد، هل الأمر يقتصر فقط على التحالف والحكومة الشرعية برأيك دكتور أحمد، أم أن الأمر أيضا يعني هناك مسؤولية أيضا على المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة، على الدول الراعية للعملية السياسية الدول 18 باعتبار أن اليمن تحت الفصل السابع والبند السابع؟ نعم، دعني بداية أتحدث عن التحالف. التحالف العربي قد اعتقد في بدا التدخل العسكري في مارس في 2015، نحن نتحدث عن تقريبا 3 سنوات. لكن اتفق مع الدكتور محمد بان التحالف لم يقدم رؤيه سياسيه ولم يقدم خارطه طريق بحيث ان الشعب اليمني يرى امامه افقا في نهايه النفق. هذا السبب الرئيسي الذي جعل انهيار الثقة بمنظومة الدولة بشكل كبير. لذلك لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بمعزل عن السياسة. إذا لم نتحدث عن حلول سياسية، عن مقاربات، عن حل، عن أفق، تصور مثلا يا أخي العزيز لو قال التحالف العربي في هذه الأثناء أن بعد الحرب سيتم تأهيل اليمن للدخول في منظومة مجلس التعاون الخليجي مثلا، سينعكس ذلك على الاقتصاد اليمني بشكل كبير وعلى ثقة اليمنيين باقتصادهم. تصور لو قلنا أيضا أن هناك بعض المعالجات استثناء اليمنيين المغتربين الآن في السعودية من إجراءات الإقامة المعقدة ودفع الرسوم زيادة في الرسوم أعتقد على فرضت هناك في المملكة العربية السعودية على المغتربين، مما جعل انكماشا كبيرا في قدرات اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية من تحويل بعض أموالهم لأقاربهم في اليمن. نحن نتحدث عن مورد أساسي الآن للاقتصاد اليمني وهو مورد يبدو أن المورد الأساسي الآن هو مورد المغتربين. هذا للأسف الشديد أيضا مورد المغتربين يعاني من انكماش كبير.
نريد معالجات اقتصادية ونريد أفقا ونريد في نهاية النفق ضوءا كي يراه الشعب اليمني حتى نخرج من هذه الحفرة التي وقعنا فيها. أما عن المجتمع الدولي فللأسف الشديد المجتمع الدولي متلاخي كبير بشكل كبير وناسي قضية اليمن. القضية اليمنية ليست متواجدة في الإعلام الدولي بشكل كبير، القضية اليمنية غائبة، يبدو أن العالم لديه كثير من المشاكل ولم نستطع أصلا، الحكومة اليمنية لم تستطع أن توصل القضية اليمنية بشكل كبير. نحن نتحدث عن وزير خارجية في دولة في نعم دكتور. في وضع حرب لا يزور دول ولا عاصم ذات قدرة على التأثير في القرار الدولي، ساهم كل ذلك في جعل القضية اليمنية قضية هامشية رغم أن الأمم المتحدة تعرف القضية اليمنية على أنها أسوأ قضية إنسانية في كوكب الأرض في هذه الأثناء. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور أحمد، أعود إلى دكتور محمد الزوبة. دكتور محمد، إذن الآن عندما نتحدث عن الدورة المالية في اليمن، هل برأيك أن المعالجات التي تمت أو الحديث عن وديعة وعن خطوات وإجراءات يقول سكرتير رئيس الوزراء أنها ستتم خلال الأيام القادمة ستكون كافية لمعالجة الوضع، أم أننا قد يعني نحتاج فيما بعد أو خلال أشهر قادمة إلى وديعة جديدة مثلا؟ أخي بدي تعقي بسيط على ما قال الأخ المتداخل اللي قبلي في موضوع التدخل الأمم المتحدة والدول الراعية للقضية الأزمة اليمنية. حقيقة الدور وأقرر هذا الموضوع، الدور الذي يقوم به الأمم المتحدة هو دور سلبي في اليمن، وأعتقد أنه الدور السلبي بمعنى أنه الأمم المتحدة هي أوصلت اليمن بخلال تدخلاتها إلى ما نحن فيه. بمعنى لو نظرنا على سبيل المثال بالفكرة التي طرحتها في أول مداخلتي بما يخص ميناء الحديدة، تخيل يا أخي العزيز من الإسبان المشاهدين الآن، لو استطاعت الشرعية مثلا أن تسطر 100,000 برميل من حوض مارب شبوة يوميا، كم كان ذلك سوف يغير من القدرات الاقتصادية للمداخيل من العملات الصعبة اليمنية؟ بمعنى نحن نتكلم عن 7 مليون دولار يوميا تقريبا، في الشهر الواحد تقريبا حوالي 200 مليون دولار، في السنة تقريبا حوالي 1.5 مليار دولار. هذا المبلغ كانت سوف تعمل أقل عادة على عادة التوازن بالنسبة لطلبات السوق اليمنية من العملات الصعبة التي نحتاجها فيما يخص أقل عادة مشتريات المشتقات النفطية وكميات الاستهلاك من المواد الغذائية والعلاجات التي تحتاجها السوق اليمني. كانت سوف تعمل هذا ال 2.5 مليار دولار يعمل توازن مع طلب السوق بالنسبة للعملة الصعبة. هذا من الذي تقوم الآن بعرقلة هذا، من يقوم بعرقلة هذا الموضوع هي الأمم المتحدة، بمعنى أنها توضع أمام العالم أن اليمن يمر بأزمة مالية وبأزمة اقتصادية وبأزمة مجاعة، وهي أحد الأسباب في ذلك. لماذا لا تقوم الأمم المتحدة على سبيل المثال إذا لم تستطيع أن تفرض حل على جماعة صدة الأمر الراقية مثلا في صنعاء، وتقول يا جماعة طالما أنتم مسببين مشاكل للبلد مسببين يعني الهلاك وسببين المجاعة، نحن سوف نقوم بالسيطرة على ميناء الحديدة بحيث تتمكن الحكومة الشرعية من تصدير نفط مالب من ميناء رأس عيسى في الحديدة، وبالتالي نوفر مبالغ سوف يستفيد منها حتى سكان صنعاء وحجة وعمرة وصعبة وكل الناس، لأنه المصيبة الآن هي ليست على في تعز أو في عدن أو في مارب، هي موجودة أيضا في صنعاء موجودة في إيد موجودة في كل، وبالتالي الفائدة سوف تقول لكم أنا أستغرب أن الأمة تدى لم تضع حتى حلول في هذا الموضوع، لم تستطيع أن تتعامل مع الموضوع. الأمة تدى يا سيدي أخي العزيز، الجماعة الحوثيين يأتوا بالنفط من السوق العالمية بأسعار تقارب تقريبا حوالي 2,000-2,500-3,000 ريال للدبة البترول، ويبيعوا على المواطن اليمني ب8,000 و9,000 و7,000، ويعملوا فلوس ويعملوا على ضرر المواطن بزنس. والأمم المتحدة لم تتجرأ في لحظة من اللحظات أن تكتب على هذا الموضوع أو أن تتهم
سلطات الهودي بأنها تعمل على إجاعة وتهديم القدرات الاقتصادية للمجتمع اليمني لأمريكا. لم تقوم في يوم من الأيام الأمم المتحدة ولا يعني منظماتها بذكر أن السلطات الهودي تقوم بإدخال مضايا من نعم دكتور المواطن اليمني دبل، وبالتالي وكأنها تساهم في هذا الموضوع. هذا يجب أولا زي ما قال المتداخل يجب أنه أول الحكومة اليمنية أنها تضع هذا الموقف، يجب أن يكون هناك فريق عمل. أنا كنت أتمنى نعم لو كان داخل الحكومة اليمنية عبارة عن لجان مكونة من الوزراء، طالما الوزراء ما عندهم شعمار وجالسين في البيوت أو جالسين في الفنادق، يتم عمل مجانية من هذه الوزارات، كل مجموعة من الوزارات مثلا وزارة تتحرك في مجال التعامل الخارجي مع الأمم المتحدة، توضح الجانب الإنساني، توضح الجانب الغذائي، توضح الجانب الاقتصادي، ووزارة تتكلم مجانية منهم تتكلم عن الحرب الإعلامية، ووزارة تتكلم عن الحرب السياسية، ووزارة تتكلم عن. لكن المشكلة إنه إحنا حتى إحنا اليمنيين لم نستطع يا سيد العزيز أن نقود معركتنا مع الآخرين. معركتنا إحنا بالحكومة اليمنية أحد أسبابها، وهذا وصلني إلى الإجابة على سؤالك الذي تكرمت فيه، وهل الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة اليمنية كافية؟ حقيقة أنا لم أسمع الأخ العزيز مدير مكتب رئيس الوزراء لأنه أنا دخلت على التلفون متأخر، ولكن إذا كان ضمن الـ 12 نقطة التي رسلناها إلى مكتب الأخ رئيس الوزراء في سبتمبر من السنة الماضية، هل لك أن تذكر لنا أبرز هذه النقاط دكتور محمد؟ والله يعني كان من ضمنها الذي ذكرته، وهو أولا أنا اشتغلت على محورين، المحور الأول وهو محور التحالف العربي وماذا يمكن أن يقوم به نعم في تسهيل الواقع الاقتصادي والدعم الذي يتم من خلال المبالغ الإيداعات التي حصلت من ضمن هذا الوديعة، وايضا يعني اعطاء كميات ومشتقات النفطيه نعم دكتور تغطي احتياجات السوق. شوف كيف. اما بالنسبه للجانب اليمني فهو يتكون من عده نقاط. اولا اصلاح الوعاء الاقتصادي وهو البنك المركزي مفهوم ووزاره. ماذا عن بقيه النقاط دكتور بعجاله اذا سمحت؟ ماذا عن بقيه النقاط دكتور بعجاله اذا سمحت في دقيقه او اقل؟ التقليل من عملية الصرف المستحقات المالية بالدولار، عدم الاعتماد في كل المشتريات على أسعار التجار وتوفير العملات الصعبة المحددة في ميزانية محددة للدولة. ثالثا وصول أو تبني الميزان العام للدولة بحيث أن تشمل الموظفين بالكامل داخل الجمهورية اليمنية. ثالثا إعادة صياغة استقبال كميات الفلوس المحولة من المغتربين ووضعها داخل البنك المركزي، وتم التصرف فيها عن طريق البنك المركزي في البداية قبل أن تذهب إلى الصرافين. إعادة تنظيم دائرة الصرافة بحيث أنه يتم كل أعمال الصرافة موجودة داخل البنك المركزي ولا يتم التعامل معها مباشرة. أشكرك إذن دكتور محمد زوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، وبالعودة إليك دكتور أحمد. إذن دكتور أحمد أيضا بعجالة أرجو منك، إذن ما هو يعني ما الذي يجب أن يكون عليه حال المواطن الآن؟ تفاؤل؟ هل هذه الوديعة ستؤثر بشكل إيجابي؟ ما هو المتوقع خلال الأيام القادمة؟ كما قلت سابقا يجب أن ننظر نعم للأمور بشيء من التفاؤل، لا نريد أن فقط أن نكون متشائمين، لكن أتمنى أن تكون هناك خطوات وإجراءات متلاحقة بعد هذه الوديعة، بحيث أننا هناك عدة علامات استفهام على أداء وزارة المالية وعلى أداء البنك المركزي وعلى المنظومة المالية بشكل عام في البلد. يجب أن نعيد النظر في تعيين الناس والكفاءات. أنا أيضا أطالب بالاستفادة من خبرات الدكتور بن همام محافظ البنك المركزي السابق، كان مدير الاقتصاد عبر البنك المركزي بشكل جيد. يجب هنا أن نتحدث بصراحة، لا يمكن أن نتحمل أكثر من ذلك المقصرين والفاشلين في إدارة الدولة ومؤسساتها، وأعود وأقول لا يمكن استعادة الثقة بالاقتصاد اليمني إلا إذا استعدنا الثقة بأنفسنا كيمنيين واستعدنا القرار السياسي اليمني وأصبحنا نرى رئيس الجمهورية في عدن
يمارس سلطاته الدستوريه من عدن او من اي محافظه يمنيه اخرى. هذه المنظومه بشكل عام يجب ان تصلح السياسيه والاقتصاديه في البلد، بحيث اننا في نهايه المطاف نرى ضوءا في نهايه النفق، بحيث يستطيع الشعب اليمني ان يعيد الثقه بنفسه بقيادته بمؤسسات الحكم الموجوده. اشكرك دكتور احمد الدبعي الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.